يعني بقى زمان ما كانش دلوقتي لو انا وانت مختلفين في ارائنا هقلب عليك مثلا. دلوقتي بجد بيحصل، وعلى فكره اللي بيبين له ومبتسم وبيقول له لا لا وهتكون زعلت مني، لا ازعل منك ليه، اصل كل واحد ليه راي، بس اتفرج على وشه بقى نار طالع من جوه، نار هيبخنا. طب ليه؟ طب ما الله، انا ما اعرفش اقعد قاعده ولا اتكلم في دوله في ده، هيتكلموا بيجي واخد رايي مثلا، ولا يحاولوا يشكوني يقولوا لا انا تمام كده مش معاكم. مالك يا ولد؟ لا حبيبي ما اتكلمش. تعالى نشوف تاني خزنه. عايز اقول لك على حاجه. واحد صاحبي مره لقيته لابس بيجامه ولابس ساعه شيك قوي على البيجامه. انا بكرهك، بكره فريق الاعداد بتاعك، بس عايز افهمك، هيبكرهك، بكره فريق الاعداد بتاعك، بكره ماما. تصدق يعني ايه بتلبسي بيجامه في البيت ولابسه خاتم الماظ والعقد يعني؟ والله الناس هتقول مجنون. لا بجد ازاي يعني؟ بص بص، انا دلوقتي مثلا شاريه خاتم ده بقالي 3 4 ايام وبنزلش، عايزه البسه، عايزه ابص، عايزه اشوفه، بقالي ما شفتوش، ما اتفرجتش عليه في ايدي كده، بقوم قايمه لابساه وقاعده. وتنامي بيه؟ لا ما نمشي بيه، بقعد بيه. بس انا صاحبتي لو دخلت عليا تقول لي بالنسبه للشابه اللي قاعده بالبيجامه والمظهر معاه، اقول لها انا حره، محدش ليك وحد معايا في الاوضه. بس تختار رقم كام؟ 5. الوحدة. من ساعة ما دخلتي وانتي عمالة دايما تقولي الراجل بيحسسني او محتاجة راجل يكون فيه مواصفات تحسسني بالامان. قلتيلي الامان دي حوالي مثلا 10 مرات. ايه 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 مشكلة الامان؟ انتي حاسة بوحدة، حاسة بعدم امان؟ طبعا. إيه ليه علاقة بانفصال والدتك عن والدك زمان؟ ممكن يبقى ليه علاقة، بس بغض النظر، أي بنت وحيدة يعني، أنا أختي مش أختي شقيقتي خلاص، فأنا أعتبر بنت وعايشة معاك. إيه؟ مش عايشة معايا 100% يعني، تيجي تبات معايا ساعات وتمشي. فأنا أعتبر بنت وحيدة، أي بنت وحيدة في الدنيا هتلاقي عندها عقدة في الحتة دي. أولاً هتلاقيها بتتعلق بصحابها جداً جداً، لأن هي عايزة حد معاها، ما بتحبش الاحساس لما البيت بيفضى ولما بيمشوا ولما اللي بايته تمشي، بتحس انها رجعت تاني تبقى لوحدها، وهي عايزه اللي تتكلم معاه وعايزه اللي تحكي له، عايزه اللي تطلع جواها ايمالها، عايزه حاجات كتير. ف مش صح على فكره خالص ان حد يجيب طفل واحد. انا عندي عقده في الحته دي. ومهما يعني مامتك اهتمت بيكي وعملت كل اللي انت عايزاه، بس برضو وجود راجل او وجود اب ده مهم جدا في البيت مثلا، او مهم في حياتك.